السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في أول درس في النوميريكال ميثودز فور إنجينيرز، وهنشوف إحنا ليه مهم نتعلم النوميريكال ميثودز كمهندسين ميكانيكا خصوصا وكمهندسين على وجه العموم. فالنهاردة هنتكلم عن النوميريكال ميثودز فور إنجينيرز. Numerical methods for engineers، وإحنا بنستخدم الكتاب اللي هو موجود في الديسكريبشن عندنا 7th edition. ليه مهم أنا أتعلم النوميريكال methods؟ لو أنا قلت إن أنا عندي مشكلة، دايما عندنا كمهندسين ميكانيكا مثلا بيبقى عندنا مشكلة فيزيائية وعاوزين يعني نحلها. فتعال نشوف مثلا لو انا مثلا رسمت البار بتاعي بالشكل ده كده، مسألة بسيطة جدا من الستريس اناليسيس، ورحت جيت حطيت نورمال لود بالشكل ده F، وعاوز احل المسألة دي عندي. عشان احلها بمشي بسيكونس. المفروض كمهندس ميكانيكا ببقى عارف انا ماشي السيكونس ده ازاي. بمعنى المسألة اللي عندي دي physical problem، physical problem دي مشكلة عندي. المشكلة دي عشان احلها هحول ال physical problem دي ل mathematical problem. فعشان احول الفيزيكال بروبلم دي الماثيماتيكال بروبلم لازم ابقى عارف انا بتعامل مع ايه. يعني مثلا هنا عندي بار سوليد وفي نورمال فورس، فهخش على الستريس اناليسيس واتكلم كنورمال ستريس. طب مثلا لو عندي فلويد مثلا فهخش على الفلويد ميكانكس، عندي ثيرموداينامكس فهخش على الثيرموداينامكس وهيت ترانسفير وهكذا. ده وليك. بالتالي الفيزيكال بروبلم دي هبقى محتاج كمهندس ان انا احولها ل mathematical problem. طيب once انا حولتها mathematical، الماثيماتيكال بروبلم دي بقى عاوز احلها. عشان احلها يبقى لازم يعني يكون عندي في دماغي الطرق درستها اللي انا اقدر احل بيها الماثيماتيكال. للماثيماتيكال بروبلم دي ممكن تكون مسألة بسيطة، وبالتالي لو مسألة بسيطة فأنا هحلها analytical تحليليا، أو الطريقة دي ساعات بيسموها البنش مارك، يعني أنت بتحلها في ورقة. أو ممكن أحلها numerical. حلها numerical إمتى؟ حلها نوميريكال لما تكون المسألة إلى حد ما معقدة، فمحتاج أستخدم الكمبيوتيشنال باور بتاعة الكمبيوتر. أنا قصادي طريقتين عشان أحل الماثيماتيكال بروبلم، يا إما أناليتيكال يا إما نوميريكال. وانس إن أنا خلاص حليت أناليتيكال وحليت نوميريكال، لازم الحل اللي هو طالع من الاناليتيكال سوليوشن والحل اللي طالع من النيوميريكال سوليوشن يكونوا قريبين من بعض. لما يكون الحل بتاع الاناليتيكال سوليوشن والحل بتاع النيوميريكال سوليوشن قريبين من بعض وقارنتهم وهم كويسين مظبوطين، المرحله اللي هي بتاعه المقارنه دي بسميها فيريفيكيشن. وانس ان انا قارنت الاثنين ببعض في اختلاف، برجع للماثيماتيكال موديل واشوف انا عامل الماثيماتيكال موديل بتاعي موصفه صح ولا لا، او برجع للفيزيكال موديل او الفيزيكال بروبلم بتاعتي. يعني انا البروبلم دي ممكن اقول عليها موديل سيان، والماثيماتيكال بروبلم دي ممكن اسميها ماثيماتيكال موديل، الاثنين واحد. فانا برجع بشوف انا غلطان في انهي منطقه في المناطق. وانس ان خلاص انا اتاكدت ان الاناليتيكال الحل الاناليتيكال اللي انا حليته وقدرت احله بتاعت المساله بتاعت الستريس اناليسيس مثلا، احنا قلنا ان هو مثلا سيجما بيساوي اف على ايه،
واتأكدت من النيوميريكال سوليوشن، الحل بتاعي ان هو بيجي يروح مثلا واخد البار ده ويقسمه للنقط، نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، ويقارن الاستريس بالنقطة دي بالنقطة دي لو هو كباوندري كونديشن معلوم هنا، فيقارن الاستريس هنا بالاستريس هنا والاستريس اللي موجود هنا بالاستريس اللي هنا. ده الحل النيوميريكال. الحلين طلعوا مع بعض قلنا فيريفيكيشن، خلاص الحل مظبوط كحلين اناليتيكال ونيوميريكال. ما اقدرش اقول ان الحل ده هو حل واقعي للمساله اللي عندي غير لما انا اروح اجيب البار ده واروح اعمل له مثلا تنشن تيست كنورمال فورس. فلازم يكون عندي اكسبيرمنتال موديل، اكسبيرمنتال موديل، والاكسبيرمنتال موديل ده احط عليه الكونديشنز اللي انا حطيتها في المساله الموجودة عندي. يعني أنا أجيب البار ده وأروح أجيب مكنة وأبدأ أشد الشد ده وتبقى متثبتة الناحية دي فيما يسمى بالتنشن تيست. المفروض النتائج اللي تطلع من هنا results، الريزلتس دي اللي طلعت هنا، نقارن الريزلتس بالفيريفيكيشن أو الحل اللي طالع من النيوميريكال سوليوشن، مقارنة الاتنين دول ببعض بسميه validation. يبقى إذن المهندس لازم لما يجي يشتغل في الديزاين بتاعه أو هيجي يشتغل simulation whatever أو هيحل مشكلة فيزيائية، فلازم يوصفها فيزيائيا صح، بعد كده يحول المشكلة الفيزيائية لماثيماتيكال عشان يعرف يطلع أرقام ويتعامل معاها، وبعدين الماثيماتيكال بروبلم دي لو هو يقدر يحلها analytical يبقى تمام اوكي. لا كمان يقدر يحلها نوميريكال سوليوشن، زي مثلا ممكن يخش على برنامج زي السوليد وورك او انسيز ويشتغل فاينايت اليمنت اناليسيس. تمام، الحل المفروض اللي يطلع من النوميريكال والحل اللي يطلع من الاناليتيكال يكونوا متقاربين جدا، طبعا هيكون في ايرور ولكن وانس ان هم متقاربين جدا فهو اكسبتد بالنسبه لي كفيرشوال، كفيرشوال يعني في الخيال لسه ما طبقتوش على ارض الواقع. طيب الحلين دول قريبين من بعض، انا كده عملت الفيريفيكيشن خلاص شكرا. لا مش شكرا، لازم كمان اروح اجيب الموديل اللي عندي ده واروح اطبقه على ارض الواقع بالباوندري كونديشنز اللي انا طبقتها على الكمبيوتر او على الورق عندي، واشوف الريزلتس دي هل الريزلتس دي مقارنه بالحل اللي هو الاناليتيكال والنيوميريكال مظبوطه. فوانس ان هو الحل اللي هو من الريزلتس هو نفسه الحل اللي جاي من الاناليتيكال والنيوميريكال مقارنه ببعض كده وطلعوا مظبوطين، فكده انا قلت ان انا عملت فاليديشن، واذا يبقى الشغل بتاعي شغل مظبوط ينفع يطبق في ارض الواقع، وان المعادلات اللي طالعه دي هي معادلات مظبوطه توصف الحاله اللي موجوده عندك. ده الشابتر اللي المفروض عايز يقوله من الماثيماتيكال موديل في الكتاب بتاع نيوميريكال ميثودز فور انجينيرز 7 اديشن.